يعني عم يقدوا بمزارع وعم ينصبوا خيمه بالمزرعه. السلام عليكم. تفضل. هلا الغاية. يعني انتوا عاملين الحيطان حاطينها بشواده بس عشان البرد ما هي؟ نعم. وعم تناموا جوا؟ ايه. حطب ما في. مواد غذائي ما في، ادويه ما في، عندنا مصاب، عندنا 2 مصابين. مثل ما انا شايف الاكل ما في. الطرش ما في اكل. المي عم نشتريها مشتراه. بالشهر 4000. بس في سؤال حجي انا بدي اسالك اياه خطر ببالي. انت من شوي قلت لي عندك انتوا عيلتك شي 70 شخص. ايه. كم شهيد عندك؟ عندنا 22 شهيد بعيلتنا. وكم معتقل؟ معتقلين 12 عند النظام. ومعاقين شرف. في معاقين؟ أول واحد. هذا هو. أول واحد منهم. السلام عليكم. سلام. الله يعافيك. صراحة ما بعرف شو بدي أحكي، يعني اللي شفناه كبير بصراحة. والعالم كله مقصر بحقنا. أي الله أي والله. شو معك انت قاعد تحكي لنا؟ والله انا صار لي سنه 4 اشهر مصاب وعندي ضياع وتفتت، عندي قصر 6 سنتي. طبعا انت يمكن الشاب الوحيد انا اللي شفته بالعيله هلا قاعد، يعني ايه. شلون عم يدبروا حالهم عيلتك؟ والله تدبيرات هيك. هلا طلع شايف هذا الكيس؟ نعم. هذا الحطبات بس اللي عندي، حطب ما في بالمره، من هون قطعت خرقه عم حطب الصبح، عم دبر حالي تدبير والله. شوف الله الله يعافيك ويحميك. ان شاء الله احنا رح نحاول نوصل الصوره مثل ما انا من شوي قلت، يعني اللي شفناه بصراحه انا ما شفته لحد الان. طلعنا بجولات انسانيه كثير بس مثل هالجوله اللي طلعناها فعلا الله يكون بعونكم. اي الله الحمد لله على كل شيء.